جمعية أصدقاء النخلة جمعية تطوعية بيئية تحمل على عاتقها مسؤولية بيئية حفاظاً عليها من العوامل المدمرة والملوثة لها. الجمعية عملت على إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والمساهمات للحفاظ على سلامة ونظافة البيئة، هذا إلى جانب اهتمامها بشكل كبير بأشجار النخيل وتوفير البيئة السليمة لاستزراعها. ومن خلال حسابات الجمعية الإلكترونية توفر الجمعية معلومات بيئية قيمة للمهتمين بهذا الجانب، إضافة إلى إعلانها الفعاليات والأنشطة التي تقدمها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات البيئية والعلمية في البلاد وخارجها. كما طرحت الجمعية مؤخراً فكرة جواز المتطوع البيئي لتشجيع الفرق التطوعية والارتقاء بمستوى التوعية البيئية لدى المواطن والمقيم. كما أعلنت جمعية أصدقاء النخلة عن مشاركتها كراع رسمي في الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية في الكويت والمنعقد بالفترة من 30 إلى 31 من يوليو الجاري. وللمزيد من المعلومات عبر الحساب الإلكتروني الظاهر على الشاشة.